الحديقة المغلقة، حكاية من التراث الألماني. أمي، يجب علي أن أكون فتاة مهذبة لكي لا أخذل أبي وأكون في عداد الفتيات السيئات. لابد أن زوجة أبي جميلة. نايدي آنيف، هذه هي جوهرتي ثمينة يا عزيزتي. يا إلهي، أنت نايدي؟ أهلا بك، كيف حالك؟ يجب أن أذهب وأحضر بقية الحقائب من العربة. ناني، هل لك أن تساعديني؟ أما أنت يا عزيزتي فعليك أن تعرفي أمك على البيت. حاضر، هذه غرفة الضيوف، الأغطية هناك في الداخل. هذا مكتب أبي، نعم، وهناك غرفته. أما أنت، غرفتك هناك. ها، وغرفتك. اعتبارا من اليوم أنا أمك، أرجوك قولي لي يا أمي. ها؟ أنت مخطئة. أنا مخطئة؟ لماذا أنا مخطئة؟ كانت هذه صورة أم نايدي المتوفاة. كانت أما لطيفة وحنونة، ولكنها فارقت الحياة أثر مرض خطير عندما كانت نايدي طفلة صغيرة. آسفة لأني رفعت صوتي، أنت تعلمين أمي ماتت ولا يمكن أن أناديك يا أمي، أرجوك سامحيني. بالنسبة لنايدي كانت هناك إنسانة واحدة فقط يمكن أن تقول لها أمي. تعالي يا صغيرتي، تعالي. نايدي، أظن أن الوقت قد حل لكي تنامي. ناني، هذه ليلة غير عادية، أريد أن أنتظر أبي حتى يعود. عزمت نايدي أن تهدي هذه الباقة من الورود إلى أمها الجديدة اللطيفة، لأن أمها الجديدة أحبت الورود الحمراء. كانت حفلة ممتعة. أنا مسرور لأنك استمتعت بها. تفضلي يا عزيزتي. ها نايدي، ماذا حدث يا ناني؟ لماذا نايدي مستيقظة حتى الآن؟ لماذا؟ ها؟ من الذي التقط الورود من حديقتي وهي ما تزال براعم غير متفتحة؟ ذلك الغطاء قذر، لماذا؟ متأسفة، عندما كنت أرتب الورود في المزهرية وخزتني شوكة. نايدي، أنت فعلت ذلك؟ نايدي آنيف، إن نايدي عرفت بأنك تحبين الورود وقد رتبت المزهرية من أجلك. متأسفة يا رودولف، ما كان علي أن أوبخها هكذا، كان علي أن أكون أكثر حذرا. أرجوك سامحني يا رودولف، لقد أخطأت في حقها، سامحني، أنا متأسفة. نايدي، أنا أكرهك وأكره الجميع. يوم جميل. لن يفتح ذلك الباب. ولكن أليس هذا جزءا من الحديقة؟ إذا لم يفتح لا نستطيع أن نفعل شيئا. لقد أغلقها أبي بعد موت أمي، إنها حديقة ذكرياتهم، لهذا لا تقتربي منها. ليس لك الحق في ذلك، إنها حديقة أمي، أتفهمين؟ وماذا عن حديقة ذكرياتي أنا؟ أرجوك لا تزعلي منها، فهي بنت صغيرة، وأرجوك أن تصبري عليها. أما بالنسبة للحديقة فذلك قبرها، تقابلنا هناك في المرة الأولى قبل الزواج، وبعد أن تزوجنا كنا نتمشى في تلك الحديقة كل يوم، ولكنها قد غادرت هذه الدنيا إلى الأبد
ومنذ ذلك الوقت أغلقت الباب وأغلقت الحديقة. لا، لا تزال تعيش في هذا البيت، تعيش في قلبك وفي قلب ابنتك. نعم نعم، أنا متأكدة من ذلك، متأكدة. مضت مدة وكبرت نايدي وأصبح عندها أخت صغيرة جميلة. أما زوجة أبيها أنيث فقد كانت مرهقة جدا بسبب الولادة، ولم تكن لها رغبة بالعيش، وقد خيم على العائلة جو من القلق. نايدي، ألست مسرورة؟ طبعا مسرورة، لقد أصبحت لي أخت، شكرا. ولكن ماذا يا حبيبتي الصغيرة؟ ولكن نايدي، ما الأمر؟ لماذا أنت هنا؟ ناني، كل هذه الألعاب والملابس كنت أستعملها في طفولتي. نعم، كنت طفلة صغيرة عندما كنت تلعبين بتلك الألعاب، والآن كبرت يا عزيزتي. لقد تذكرت الآن موت أمي، لا أستطيع، لا أستطيع نسيانها أبدا. ماذا؟ أوه، ستكونين بخير، لا بأس، لا بأس يا عزيزتي. رودولف، لم أستطع أن أسعد أحدا، لا نايدي ولا حتى أنت ولا حتى طفلتي الصغيرة. آنث، لا تفكري هكذا، يجب أن تتماثلي للشفاء من أجل الطفلة، يجب أن تعيشي يا عزيزتي. نعم أنت محق يا رودولف، نعم، ولكن ماذا عن أمومتي لنايدي وزوجتك؟ أنا لا أستطيع أن أكون مثل زوجتك الأولى التي تبتسم دائما بجانب نافذة مكتبي، لا أستطيع، لا أثق بنفسي لأكون مثلها، سامحني. أيها الطبيب، أرجوك أنقذ زوجتي، افعل المستحيل من أجلها. أمي العزيزة. في الواقع أحبت نايدي زوجة أبيها جدا، ولكن نايدي لم تستطع أن تناديها أمي، وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن ينقذ زوجة أبيها. كانت نايدي بحاجة إلى أم. نايدي، أريد أن أرى نايدي، أرجوك أحضرها إلى هنا. نايدي، أرجوك تعالي إلى هنا، تعالي. أخيرا أدركت كيف أحست أمك حينما فارقت الحياة وتركتك. أرجوك اعتني بطفلتي، أرجوك. أرجوك يا أمي لا تموتي، أنت أمي الحبيبة. نعم. من؟ أنا أمك الحبيبة؟ نعم، أنت أمي، أنا أحبك يا أمي. نايدي، أنت تحبينني؟ نايدي. نعم يا أمي أحبك. نايدي حبيبتي. لنتركهم وحدهم. انظر إلى وجه زوجتك، وجنتها حمراوان كالورد، ستكون بخير، أؤكد لك بأنها ستشفى، صدقني ستشفى. أمي، هيا اسمعي، هيا يا أمي، هيا. تعال يا عزيزتي، إليك مفتاح حديقة الذكريات، وسيكون لك من الآن وصاعدا، تقدمي وافتحيها، تقدمي. رودولف تعال بي.
بسرعة. وهكذا فتحت أنيث ونايدي أبواب الحديقة. لم تفتح أنيث أبواب الحديقة فحسب، بل فتحت قلوب الجميع، وعاشت نايدي مع أمها أنيث بسعادة وهناء.